بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد وليخص النساء العاملات، يعني في سن التقاعد الجديد اللي دجا اصدرته وزارة المالية، يخص قانون التقاعد للنساء فقط. هذه القرارات جديدة يعني تتعلق بسن التقاعد، وجات في سياق يعني الجهود المبذولة لإصلاح نظام التقاعد يعني وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، بالإضافة أيضا إلى أنه هذه القرارات تستهدف يعني بشكل خاص النساء العاملات، حيث يعني يعتبر يعني التقاعد من المواضيع الحساسة اللي تأثر على مستقبل العديد منها. وسن التقاعد اللي أصدرته يعني هو 55 عام، بشرط أن تكون قضت يعني 32 عام من الخدمة. بالمعنى يعني أنه أي امرأة عاملة عندها 32 عام من العمل، يعني من الواجب عليها أنها تتقاعد. فهذه التعديلات الجديدة، ويعني تم تحديد هذا السن التقاعد للنساء عند 58 عام، وهنا يمثل زيادة مقارنة بالسن السابق الذي كان يعني يحدد عند 55 عام. هذه الزيادة ثانية كجزء من استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية. والتقاعد يعني زيادة متوسط العمر المتوقع في هذا السن التقاعد الجديد يعني للنساء، هذه نتيجة لقرارات وزارة المالية، ويعني تعتبر خطوة مهمة. كان هذا الفيديو حول السن الذي وضعته وزارة المالية للتقاعد للنساء في الجزائر. إذا كان جديد نحن فيكم.